على نهج المضامين السليمة تجلى الخير بالأسس الحكيمة، وقد أوصانا بالرفق وأوصى بهم خيرا في خطبته العظيمة. نساء عشنا في درب الهدايا، مع المختار تسمو كل غاية، وفي تاريخهن لنا حكاية نسطرها على الذكرى الكريمة. يجود لهن من جبر الخواطر وبالمعروف إحساس المشاعر، ومن أخلاقه أزمى المناظر تجسدها معانيه الرحيمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وصدع بدعوة الحق، آذته مكة وآذاه قومه وكذبوا دعوته، إلا نفر قليل منهم ممن آمن به. ولما اشتد الأمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واشتدت معاناتهم مع قريش وأذية قريش لهم وتعذيب المستضعفين منهم، خرج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مهاجرين إلى الحبشة عند ملك عادل لا يظلم عنده أحد، إنه النجاشي. وممن خرج في تلك الهجرة عبيد الله بن جحش وزوجه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. ذهبت رملة رضي الله عنها وأرضاها إلى الحبشة ومعها زوجها الذي ما لبث أن توفي بعد أيام من قدومهم إلى الحبشة. وهنا وجدت نفسها في بلد الغربة بعيدة عن الأهل، لا تستطيع أن تعود إلى مكة، فإن والدها أبو سفيان كان زعيما من زعماء قريش وهو على غير دين الإسلام في تلك اللحظة، وكيف تستطيع أن تعيش في هذه الغربة؟ لكنها مهاجرة إلى الله ورسوله وخرجت بدينها. ومرت الأيام الشديدة ومضت عدتها بعد وفاة زوجها، ثم جاءها الفرج من الله، جاءها الفرج لأنها خرجت تريد الله ورسوله. ومن كان مع الله لا يخشى شيء، من كان مع الله كان الله معه. المصيبة أن تخسر الله عز وجل، وكما قيل من وجد الله فماذا فقد ومن فقد الله فماذا وجد. لما انتهت عدتها فوجئت بمندوب يأتيها من النجاشي يخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى النجاشي ليخطب له أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها وتصبح أما للمؤمنين. وإذا بالنجاشي يقدم لها مهرا 4000 درهم، بينما كان صداق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 400 درهم لا يزيد. وجهزها مع شرحبيل بن حسنة وسيقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغدت أما للمؤمنين، وأحبت رضي الله عنها وأرضاها النبي صلى الله عليه وسلم وأحبت أصحابه. ولما اشتد حبها بالنبي صلى الله عليه وسلم رأت في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاها خبر أن النبي قد تكلم في زينب بنت أم سلمة ربيبته ليتزوجها. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، أعرض عليك أختي هالة بنت أبي سفيان، لماذا لا تتزوجها؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تعرضن علي أخواتكن، وأخبرها أنه لا يحل له. قالت: بلغني أنك تريد الزواج من بنت أم سلمة. فقال: لو لم تكن ربيبتي فإنها بنت أخي أبو سلمة، أخي من الرضاع، وأخبر أن هذا الأمر لا يجوز، لكن من طيب نفسها تريد أختها تشاركها في زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها فإذا بها تدعو بدعاء، تقول: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية ابن أبي سفيان، تريد أن يطيل الله في أعمارهم لا يموتوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله في أجال معدودة وأيام محددة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لو كنت سألت الله عز وجل
أن يعيدك من عذاب القبر وعذاب النار كان خيرا لك. وهنا دروس، هنا دروس، أن الإنسان إذا كان مع الله سيأتيه الفرج القريب، وأن الإنسان لا يستطيع أن يغير في قدر الله شيء. هي تدعو الله أن يمد في أعمارهم، الأعمار ستنتهي، آجال مضروبة وأيام معدودة وأنفاس محدودة، لكن الإنسان يسأل الله حسن الخاتمة. الموت طريق الجميع، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، لكن من أجاره الله من عذاب النار وعذاب القبر فقد نجا، نجا، لأن الموت ليس نهاية الحياة. المؤمن يعلم أن الموت ليس نهاية هذه الحياة، هو نهاية الدنيا، ولكن بعد ذلك حياة أبدية سرمدية. وانظروا في هذه القصة إلى طيب نفس رملة رضي الله عنها وأرضاها، تعرض إخوتها على النبي صلى الله عليه وسلم ليشاركها، هي طيبة النفس وتريد الخير لأبي سفيان وتريد الخير لمعاوية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وغدت أما للمؤمنين، وكان مهرها أكبر مهر من مهور زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أكرمها الله عز وجل بإسلام أبيها أبي سفيان الذي كان زعيما من زعماء الكفر ثم أسلم، والذي دخل عليها في يوم من الأيام أثناء الهدنة مع النبي صلى الله عليه وسلم فطوت الفراش الذي جاء ليجلس عليه وقالت هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك لا تجلس على هذا الفراش، أقر الله عينها فأسلم أبوها وأسلم أخوها وانتهت هذه المعاناة. مهما عشنا من ظروف صعبة سيأتي اليوم الذي سيصبح كل شيء صعب ذكرى من الماضي، فلنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدل الأحوال وأن يصلح النيات وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على نهج المضامين السليمة تجلى الخير بالأسس الحكيمة، وقد أوصانا بالرفق وأوصى بهم خيرا في خطبته العظيمة. نساء عشنا في درب الهدايا مع المختار تسمو كل غاية، وفي تاريخهن لنا حكاية نسطرها على الذكرى الكريمة. يجود لهن من جبر الخواطر وبالمعروف إحساس المشاعر، ومن أخلاقه أزمى المناظر تجسدها معانيه الرحيمة.